نبتدي باخبارنا وهنبتدي كالعاده بكره اليد. الاول قبل ما اروح للخبر عايز افكر حضراتكم دايما انه احنا حامل لقب الدوري والكاس رجال العام الماضي. الحقيقه الفرقه بتعيش يعني فتره يعني جيده او عصر جيد في كره اليد. طيب قبل ما اقول الخبر انا عايز بس احلل بعض النقاط. اول شيء وهو الاستقرار الفني. السنه اللي فاتت كان مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب قرر التعاقد مع مستر ديفيد ديفيدز المدير الفني الأسباني، كان مدرب منتخب مصر السابق واحد من المدربين الكبار الأوروبيين صاحب سي في كبير، وتم التعاقد معاه لمدة تقريبا 3 سنوات. كان الهدف من هذا التعاقد مش موسم واحد ولا اتنين، يعني احنا مش هنقيم مستر ديفيد ديفيدز، يعني خلاص هو تم تقييمه فنيا بشكل جيد، ليه لا ما يحصلش استقرار فني؟ وده كان وجهه نظر مجلس الاداره واداره النشاط الرياضي بقياده الكابتن خالد العوضي اللي دايما بيكون حريص وكل يعني توصياته اللي بيرفعها لمجلس الاداره وهي الاستقرار. اول حاجه كان الاستقرار الفني كان اهم شيء، ان المدير الفني اللي يجي يبقى عارف انه هيقعد سنتين ثلاثه، هو قعد نصف العام الماضي خلفا لطبعا مواطنه الاسباني السابق اللي كان بيدير بارجويدو تقريبا، كان مدير فني اسباني. وكان بيقود الفريق وقعد يمكن كام شهر، وبعد كده جه مستر ديفيد ديفيدز كمل السنه الثانيه اهو، السنه الثالثه اللي جايه اذا الاستقرار الفني. هنروح تاني للاستقرار اللاعبين، يعني استقرار اللاعبين حضراتكم شفتوا من السنه اللي فاتت للسنه دي تم التجديد مع عدد كثير جدا من اللاعبين، يمكن اخرهم كان حميد المصري، يعني عدد كبير من اللاعبين، يمكن مش متذكر بالظبط الترتيب لتعاقد اللاعبين، ولكن تم التوقيع والتجديد مع اللاعبين 4 سنوات. هنا انت بتتكلم على استقرار فني، اللاعب لما يكون عارف انه هيقعد في النادي 4 سنوات بيبقى استقرار نفسي كمان، وده كان هدف كابتن خالد العوضي ان كل يعني حراسة المرمى والمدافعين والخط الخلفي والوينجات كل عناصر اللعبة يكون فيها استقرار، وده كان حاجة مهمة جدا. طيب الاحتكاك، يعني خلاص احنا في استقرار فني وفي استقرار اداري وفي استقرار للاعبين، يتبقى الفنيات. فالنهارده النادي الاهلي وفر لفريق كره اليد معسكر ناجح بكل المقاييس في البوسنه. المعسكر ولعبوا بطوله الابطال الثانيه، النادي الاهلي كان حامل لقب السنه اللي فاتت، لعب مباريات متدرجه القوه، يمكن كان اقوى على الاطلاق طبعا برشلونه، يجي بعديها مونبلي الفرنسي اللي احنا يعني انهزمنا او تعادلنا معاه، ولكن خسرنا من برشلونه في الفاينل فرق تقريبا على ما اتذكر 3 أو 4 أهداف. فاذا انت عملت ده بخلاف طبعا المباريات الاخرى اللي انت لعبتها متدرجه المستوى وفزت فيها، ولكن يتبقى الاستفاده الفنيه الكبيره من المشاركه في هذه البطوله. خلصنا كده، دخلنا بقى على بطوله الدوري العام. مستر ديفيد ديفيدز وتابعنا مع حضراتكم يعني 3 4 جولات فزنا، وهقول وهنروح للخبر ونشوف اخر جوله كانت ايه، ولكن مع المتابعه الدقيقه لفريق كره اليد مستر ديفيد ديفيدز بيعمل سيناريو بيطبقه من اول الدوري. مباراه الدوري انت باذن الله باذن الرحمن انت كسبها ان شاء الله، يعني المباراه اللي بتلعبها دي بدليل ان احنا في الخبر نقول لحضراتكم احنا اول الدوري دلوقتي برصيد 10 نقاط، ولكن كان الهدف من مباريات مش انه يكسب، الهدف انه يجرب الكل. فنلاقي مستر ديفيد ديفيدز بيلعب الشوط الاول يعني فكر واسلوب ومجموعه من اللاعبين، وبيروح الشوط الثاني يبقى شكل مختلف تماما. تفوق كبير، نعم تفوق كبير. طب كل ده احنا عايزين بنعمله ليه؟ احنا عندنا اول احتكاك او اول اختبار قوي لهذا الفريق بعد الموسم الماضي، وهي بطوله افريقيا للابطال اللي هيشارك الرجال والسيدات فيها، وهتكون في نهايه الشهر الجاري. طيب الوضع ايه؟ الوضع ان هو دلوقتي في حاله يعني تراي اند ايرور، بيجرب اللعيبه، بينزل تشكيلات، بيشوف ده مع ده. الفترة دي كلها إن شاء الله تكون فترة كافية، يكون في استفادة، أولا استقرار فني واستقرار إداري واستقرار للاعبين واحتكاك فني. فالنهاردة مجلس الإدارة وفر كل شيء لفريق كرة اليد، يتبقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى، واللي هيكون يعني بداية هذا الاحتكاك أو بداية قوية هذا الموسم في بطولة دوري الأبطال الأفريقية اللي احنا عايزينها، وعايزين يعني الكأس بشكل كبير، وعين على المنافس. أنا ببص كده على المنافسين، صدقوني بالورقة والقلم بفضل الله احنا أفضل كثيرا. يتبقى توفيق الله سبحانه وتعالى، ودائما التوفيق يذهب لمن يستحق.